ليا، محطتنا الأولى لليوم رح تكون بعالم الأسرة التي تعتبر الخلية الأولى في المجتمع والوعاء التربوي والثقافي الذي يحتضن الأبناء. واليوم أكيد ومع تقدم التكنولوجيا وتغير المفاهيم، العلاقات الأسرية داخل المجتمع السوري عم تتغير. صحيح نرمين، مثل ما قلتي يمكن مع تطور التكنولوجيا يمكن زاد التوتر بين الأهل وبين الأطفال، وخلينا نحكي أكثر عن العلاقة كيف بدها تكون مثالية بين الطفل وبين الأب والأم. أيضا بصير نرحب اليوم بصباحنا مع الأخصائية الاجتماعية هناء نيازي. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. يسعد صباحكم يا رب، يعطيكم ألف عافية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا. يعني ما رح نفوت معك بالمقدمة عن أهمية اليوم الأسرة بالمفروغ منه، ولكن خلينا نفوت بشكل أساسي على أبرز المشكلات اليوم اللي عم تواجه الأسرة السورية. مثل ما ذكرنا بالمقدمة، مفاهيم عم تتغير والتكنولوجيا كمان دخلت إلى عالم الأسرة، والمشاكل يمكن حسب الفئات العمرية عم تختلف. فرح نبلش معك من مرحلة الطفولة. تماما، أهمية الأسرة يعني هلأ كلياتنا بنعرف أنه النتاج الحقيقي والنتاج الجوهري للأسرة هو الطفل، ولكن ليس فيزيولوجيا فقط وإنما تربويا من كافة الجوانب. يعني نحن بنقيم نجاح الأسرة لما بنشوف مخرجاتها بأطفالها، لما بنشوف ثقافتهم، طريقة كلامهم، تربيتهم الاجتماعية، تربيتهم الأخلاقية، بنقول إنه هاي الأسرة ناجحة تربويا. للأسف صار نوعا ما الموضوع التربية هو اهتمام فقط بدراسته الأكاديمية، بغذائه، بصحته، هذا بأحسن الأحوال. ولكن الطفل مو بس هيك، الطفل في جوانب متعددة مفروض يكون الأهل على رعاية تامة بهيدي النقط لحتى يطلع الطفل شخصية متكاملة، نوصل لمرحلة الراشد المتكامل الفاعل لقدران يكون يعبر عن حاله، يثبت وجوده بشغله، يثبت علاقات ناجحة مع الآخرين، يكون مفيد للآخرين. هون نحن منقيس مدى فعالية الشخص اللي طلع من هيدي العيلة. النقطة اللي حضرتك حكيتي عليها على التطور اللي نحن هلأ مرينا فيه كتير صحيح، فهذا بيستلزم أساليب أخرى بالتربية. يعني ما عاد يمشي الحال الأساليب اللي نحن تربينا عليها، لأنه الزمان كله تغير. حتى النقطة اللي كمان حضرتك ضويتي عليها إنه في تدخلات بالتربية، يعني ما عادت التربية نحن بس من عنا، في تربية الإعلام، في تربية المجتمع، في تربيات كتير عم تتدخل مع أبنا. فقديش نحن بدنا نكون كأولياء أمور، كمقدمين نحن بنسميها أحيانا مقدمين رعاية، قد ايه بدنا نكون متمكنين من الدراية باحتياجات الطفل بمراحل نموه لحتى نلبيها بشكل صحيح وبشكل نقدر نخدم الشيء اللي هو بده اياه، ما يتلبى من برا بشيء ما بيتناسب معنا ولا مع قيمنا ولا مع اخلاقنا نحن. تماما، فمسؤولية كتير كبيرة. ست هنا، يمكن خلينا هيك نحكي عن حياتنا الروتينية ونبلش بحياة المنزل، يلي انه اغلب الامهات صاروا هن يروحوا على شغلهم، والابهات كمان، والاطفال يمكن بالمدرسة، يمكن هيك بيرجعوا الكل في حالة من الام بدها تركض تلحق الطبخة، الولد عم يلعب وينق الاب كذا، يعني هيك في حالة من الفوضى صارت لحتى يلحقوا مسار الحياة. هون نحن كيف فينا ننظم ونظبط وقتنا، وعلى مين يمكن فينا نحط اللوم بهيدا الوقت بتنظيم الوقت؟ تماما، الكلام اللي حكيتيه كتير أساسي وهي مشكلة حياتية فعلا الأغلب عم يعاني منها. أحيانا مو بس قلة الوقت، حتى الضغوط الاقتصادية، الضغوط الاجتماعية عم تخلي الأهل مرهقين بتقديم الرعاية الجيدة، يكونوا بهذا الرواء لحتى يتعاملوا مع الطفل. بداية بدنا نتحمل هيدي المسؤولية كوننا نحن آباء، كوننا بلنا أنه نكون بهذا الدور، فهذا بيتحتم عليه مسؤولية علينا. نوعا ما قضاء الوقت بفعالية مع الوقت أهم مع الطفل عفوا أهم بكتير من الكمية. بمعنى ممكن أنا أخصص، وهي نقطة كتير بحاكيها للأهالي وكتير ضرورية، إنه نص ساعة على كل طفل. أحيانا كمان تعدد الأطفال بيحرم إنه ياخد حقه بالتربية كما يجب. يعني بمعنى أحيانا لما الأسرة في عندها طفل واحد فبيكون التركيز كتير عليه، فهذا الشيء كمان ما له صحي، حتى الأهل بينسوا حالهم هن عم يركزوا عليه. لما بيكون في عندنا أكثر من طفل كمان نوعا ما مو كل طفل بياخد حقه بالشكل اللائق،
فنحن هون بنضوي كثير وبوضح للاهل انه نقضي مع الاطفال وقت نوعي وليس كمي. نص ساعه كافيه من الام او الاب انها تركز فيها مع ابنائه، تسمع مشاكلهم بجو من الود وجو من التفهم، احسن بكثير من 4-5 ساعات وهي ما لها مركزه معهم وهي على التليفون وهي مشغوله باشياء ثانيه. الوقت بنوعيه له قيمه كثير عند الطفل وبيقدرها. كم من زمان كيف كانوا يجيبوا 10 اولاد و12 ولد؟ كان في لما يربوا الكبير هو ينقل، لانه ما كان في تدخل خارجي بالتربيه، كانت صحيح. الاسره هي نطاق التربيه، الاسره خلينا نقول الصغيره اللي حواليه والاسره الاكبر الاعمام الاخوال، فكانت المبادئ والقيم والاخلاقيات كلياتها محصوره من هون، فهو يتغذى من هيدي المنابع. اما للاسف مثل ما حكيتي هلا في نوعا ما من التشتت، في نوعا ما من الفوضى، في نوعا ما من عدم التفرغ لقضاء وقت جيد مع الطفل، فهو متشتت وهو يبحث عن منبع. المفاجأة لما بخبر أنا الأهالي إنه طفل بحاجة إلى التربية، هو بحاجة، هو يبحث عن مصدر للتربية، هو يبحث عن مصدر للتعلم، فإذا ما أنا بالبيت أمنت له يا هو حيدور على مصدر آخر للتعلم وللتربية وشو بيقولوا هو وحظه بقالي مع مين بيعلق. فهيدي الموضوع يعني تقدر الأهل إنه الحاجة للتربية، الطفل شغوف لمين يعلمه الصح من الغلط، ولكن الاسلوب هو اللي بيفرق. شغوف لحتى تعلميه انه يكون بطريقه افضل، بشخصيه انضج، ولكن كيف انا بنقول له هيدي المعلومه هون اللي حتى يتقبلها او ما يتقبلها. نعم، يعني لما نحكي عن ابرز المشكلات اللي بتعاني منها يمكن الاسر والاسره السوريه، يمكن هي غياب الاهل نتيجه العمل، ويمكن كمان لها اثر ثاني مشكلة عدم التشاركية اللي عم بتكون بالتربية بين الأب صح. والأم، دائما العاتق الأكبر منحمل على الأم، أو نحن صح. هيك متربيين إنه يمكن بحكم ساعات العمل بتقضيها الأم. اليوم نحكي عن نقطتين، عن غياب الأهل كيف ممكن يعوضوا، وعن موضوع التشاركية قديش مهم يمكن من السنة بمتابعة الطفل من السنوات الأولى يمكن من وقت هو طفل. تمام، بس بدي أوضح نقطة إنه يعني الدراسات وحتى حياتنا الاجتماعية بتأرجينا نماذج عملية من العائلات الأسر اللي بيشتغلوا فيها الأم والأب، ولكن أطفالهم متحملين للمسؤولية وقدرانين يكون في عندهم هيدي الاستقلالية. على فكرة عمل الأم والأب بالأسرة بينمي الاستقلالية عند الطفل، ولكن ما يكون يعني بعد الدوام في تنظيم للوقت، في توزيع للمهام، حتى في تشاركية توزيع المهام للطفل، انه يعني الام بتيجي تعبانه ففي عندها قصص شغل، فالمفروض الطفل يكون معها حتى يساعدها. اثناء مساعدته هي بتكون عم تزرع قيم كثير، ان شاء الله بتحضير صحن سلطه، ان شاء الله بترتيب البيت، بتكون عم تحكي له هيدي القصص، فهو مستمتع وبنفس الوقت عم يشارك. هون انت قضيتي وقت بفعاليه مع الطفل وزرعتي عنده، مثلا تحكي له قصه شو صار معها، فيها شيء من زرع الصدق، فيها شيء من مساعدة الآخرين، الطفل كتير بيستمتع من هالعلاقة القريبة. التشاركية من هون بتبلش. في أحدى الشخصيات الأجنبية سألوها إنه هي أنجبت 3 بنات والثلاثة صاروا قياديات بمراتب عالية وتخرجوا من الشهادات العالية، فكانوا عم يسألوها إنه شو سر هذا النجاح، إنه أنت قدرتي تصنعي من أنثى شخصية قيادية وناجحة. قالت لهم التشاركية بقلب البيت هي سر النجاح، لما زوجي بيساعدني، لما زوجي بيكون عم يتحمل مسؤولية أغراضه ومسؤولياته الشخصية، أغراضه الشخصية، هيدا الشيء انتقل للأولاد. لما انتقلت للأولاد تعلموا أنه أشياءهم الشخصية هي مسؤوليتهم، في بعض المهام هن اللي مكلفين فيها وهن اللي بدهم يقوموا فيها، فتعودوا على تحمل المسؤولية وبالتالي طلعوا شخصيات قيادية. لما الطفل عم يشوف التشاركية بين الأم والأب حيعرف معنى ولذة التشاركية، حيشوف قديش الإنتاجية. لما بنقول نحن الشخصيات المنطقية اللي بنقول عنها إن 1+1=2، هي أبداً أحياناً 1+1 = 4 = 5، على قد ما بيكونوا هدول الاثنين متشاركين بمحبة، على قد ما يكونوا متشاركين بود مع بعض، على قد ما بيكونوا داعمين لبعض، فبيكون الإنتاجية أكبر بكتير. فلما بيلمس الطفل هذا الشيء بينقل التشاركية لرفقاته،
ما بيكون في عنده هيدي التنافسيه وما بيكون في عنده هذا حب الانا اللي هي المشكله الاساسيه اللي نحن هلا عم نعاني منها. بصير الطفل بيستمتع باللعب الجماعي، حتى احنا اذا ميلنا شوي على التعلم التعاوني والتعلم الجديد، المنهج الجديد اللي نوعا ما عم نحاول نطبقه نحن بالمدارس، هو قائم على التشاركيه، لانه بالتشاركيه بنلاقي انتاجيه اكبر. اي عمل يستلزم التشاركيه بيطلع اذا كانت عن حب بيطلع في له ثقل اكبر واثر اكبر، مثل ما بيقولوا هي فيها لمسه روحانيه، فمنحس بصدقه، منحس بانتاجيته اكثر. فهذا الشيء حتى الطفل بيتعلمه بقلب البيت، تشاركيته بينه وبين اخواته. كثير من بعض الاستشارات الاسريه بيكون في خلاف بين الاطفال، احيانا الاهل بيميزوا بين الاطفال بدون ما يحسوا، هي نحن كمان من المشاكل اللي نوعا ما ممنوع عليها كاهلنا، يعني مندير بالنا على الصغير زياده ومنأهمل الكبير، ومندير بالنا على الطفل المريض اللي عنده احتياجات نوعا ما خاصه بالبيت بغض النظر شو هي الاحتياجات، ومننسى الطفل المعافى، مننسى اهتمامنا فيه، بنعتبر انه هو قائم بذاته، لا هو لسه بحاجه لاهتمامنا، هو لسه بحاجه لدعمنا. فبعض النقط الصغيره اللي بنعود فيها على التشاركيه مع بعضنا كثير بتعطي اثر ايجابي وبعد بالتربيه. تمام استاذ هنا، خلينا نحكي على نقطة. هلا بنشوف طفل عمره سنتين عنيد، بيعصب، يمكن بيقتل امه، بيقتل ابوه، بيكسر الدنيا، بده يضل ماسك التاب او بده يضل ماسك الموبايل عم يلعب لحتى يهدى. يمكن هدول القصص انك انت تلهيهم بالتكنولوجيا قديش بتعكس قصص سلبية على الطفل، ومن وين بيخلق هذا العند، هذا العنف لدى الاطفال اليوم بمجتمعنا؟ سؤالك كثير مهم وشكرا كثير لانك طرحتيه. بعمر السنتين من الخصائص العمرية عند الطفل هو انه يقول لك لا، هي كلمة اللا والما بده يرفض، لانه هو بلش تتكون الانا تبعه، هو بده يلمس بقى لهذا الانفصال عن امه، هو ما عاد هذا الطفل التابع اللي شو ما قلتي له بده يجرب كلمة ما واثر عليكي، انت شو حتعملي؟ هو حيستفزك فيها، طالما استفزك فيها هو حيستمر، لانه هي علاقة الاستفزاز بالنسبة له اثبات وجود. طبعا. هو عم يحس بحاله. انا بمجرد ما اتفهم انه هيدا العند وهيدا الرفض هو مرحلة نمو طبيعية، فحاتعامل معها بطريقة ألطف، ما حاعتبر انه هو عم يعاندني، انه بكرة حيضل هيك شو ما حكيت هو حيكسر، لا ابدا. بهيدي المرحلة نوعا ما بدي يكون في عنا توازن بالتعامل مع الطفل. اول شيء بدي انتبه اذا طفل وحيد او مثلا صبي على بنات او بنات بنت على عدة صبيان، يعني ما يكون انا مغطقة كتير بالاهتمام، لانه هو حيعرف هذا الموضوع، حيستغل هيدي الساحة من الاهتمام الكبيرة. بدي يكون في توازن بالتعامل معه، بمعنى اني اعطيه وقته وحدد له، وبهيدا الوقت هو قادر انه يعرف التنظيم، انه انا هلا هذا الوقت لك حنلعب فيه، شوي تاني حنضبضب الاغراض، اذا بهيدا شوي بعد خمس دقائق بدهم الالعاب يكونوا مضبوبين، بده يتعلم الحزم بالتربية. لما بيتعلم الحزم بالتربية حيريحك كتير من بعدها. لما بيكون في موضوع عند بحاول أنا أتجنب مواقف العند معه، لأنه إذا كان فاهم معي أسلوب حاد وحازم بدون تفسير حيتمسك بالعند أكتر. كتير من الأمهات بسمعون أنه إذا هو عنيد أنا أعند منه، هذا الشيء ما حيجيب نتيجة إيجابية أبدا، بالعكس هو حيقويله العند بالضبط، هو حيرسخ هيدي الصفة عنده. طيب شو الحل؟ الحل اني انا اعطيه عدة خيارات مقبولة بالنسبة لي وحأتركه هو يختار. انا هيك لا كسرت له شخصيته وعلمته الاختيار القرار تبعه رأيه، نميت له رأيه، ولكن ضمن الخيارات اللي انا بقدر عليها او الخيارات اللي متاحة بالنسبة لي والمقبولة بالنسبة لي. هيك دايما مع الطفل العنيد حتى بكل المراحل نمشي معه بعلاقة رابح رابح، يعني ما حسسه اني انا انتصرت عليك او كسرت لك كلمتك او مشيت سلطتي الوالديه يعني ما خليت في كلمه انه يا كلمتك يا كلمتي بدها تمشي. هذا المفهوم غلط كثير بالتربيه. المفهوم انه انا اوضح له الاشياء اللي بتفيده واشرح له الاشياء اللي ما بتفيده، واذا في مجال لخوض تجربه يجرب هو ويلاقي حاله انه خسر فيها او بدون ما فيها ضرر، معلش خليه يخوض هي التجربه ويكتشف اخطائه من ذاته بدون ما انب، بدون ما هين، بدون ما انا استفز
هيدي الشيء فيه. دائما مع الطفل العنيد كتير بتمشي معه الخيارات المتاحة من قبلي، فهو بيختار، فأنا مرتاحة وهو مرتاح. نعم، يعني رح نضل بموضوع إذا بدي سميها ثقافة لا عند بالتربية، رح نروح لمرحلة عمرية أكبر هي المراهقة. يمكن هون الشخص بيعرف شو بده، هون شو دور الأهل؟ لما دائما نحن مربيين إنه ما بيصير تقولوا لا للأهل، أو كل كلمة أو كل أمر نحن لازم ننفذه. تمام. اليوم الأهل شو هي كيف لازم بقى حكينا عن مفاهيم جديدة موجودة وتدخلات بالتربية جديدة، كيف اليوم الأهل لازم يتعاملوا مع هذا الموضوع؟ نحكي عن موضوع تفعيل ثقافة الحوار معهم. تمام. لما ببلش بمرحلة المراهقة على فكرة هي بيرجع بالخصائص البنيوية والفكرية عند الطفل، بيرجع للمرحلة قبل الست سنين، هي مرحلة اللأ، هي اكتشاف ذاته، ولكن اكتشاف ذاته مو فقط مع الأسرة، لا، هلأ ببلش هو بالمحيط الأوسع، ببلش علاقاته مع أصدقائه. فكلمة اللأ بالنسبة لأهله أنا بشبهه مثل الصوص اللي بلش يطلع من البيضة، هو ما حيطلع بلطف، ما حيغني من جوا، هو إذا لاحظته بيكسر البيضة ليطلع. فهي مرحلة المراهقة، لأنه هو هلأ صار بمكان عم يستعد ليكون شخصية راشدة. مفهومنا نحن كأهل، مفهومنا خلينا نقول عن الرضا والغضب، إنه أنت مرضي إذا الله يرضى علي ما بيقول لي لا أبداً. صحيح. على فكرة هذا الشيء مو صح أبداً، بس حابة أخبر الأهل إنه أنا هيك ممكن أحصل على شخصية مسايرة حتسايرني وتساير غيري، فهي ما شخصية ناجحة أبداً. خلينا نفهم ونتحاور مع بعضنا، خليني اسمع شو وجهة نظره، خليني ازرع فيه يعبر عن رأيه. أبناؤكم أبناء الحياة، يعني نحن المفروض نجهزهم لأشياء مو نفسها اللي نحن مرقنا فيها. شوفت يعني أنتوا شايفين قدي نحن حتى نحن بهيدي المرحلة عم نتعب بالتطور، عم نتعب لحتى نطور مهاراتنا لنتدارك السرعة اللي نحن عم نمر فيها. فكيف إذا بدنا نمشي أطفالنا نحن على النهج تبعنا؟ هن سابقيننا بأشياء كتير وبيلاحظوا كتير الأهل ذكاء أطفالهم، قدرتهم على التفكير اللي بتختلف عنهم. قد ايه احنا مرينين، قد ايه الاهل مرينه لحتى تشارك هيدي الاطفال افكارهم، تشاركهم مكنوناتهم، شو بيحبوا، شو الاشياء اللي هن بيتمتعوا فيها بجوز انا ما بتمتع فيها وبيمتازوا عليها فيني. كل حدا في له ميزه جوهريه رب العالمين خلقوا فيها ليستمتع بحقيقه الحياه لما بيظهرها. فحوار مع الطفل المراهق، اذا حابين نكسب أطفالنا المراهقين فكتير المفروض نفتح معهم قنوات حوار. يمكن في مقولة إنه إذا كبر ابنك خاوي دائما. صادقه تماما. صادقه. هو مثل الصديق، يعني صار خاوي يعني هو أخوك، صار صديقك. فتخيلي معنى الصداقة، الصداقة يعني ود، يعني أمان. أكثر شيء بنحكي نحن مشاكلنا أو قصصنا لأصدقائنا لأنه هن قراب منا، بيتفهمونا، بنحس معهم بالأمان. فقد ايه هيدي العلاقة على فكرة إذا بدك تكسبي مرحلة المراهقة فهي بالصداقة والعلاقة اللطيفة الودية، هي بكل المراحل، ولكن بهيدي المرحلة بدنا نكون مع أبنائنا هيك. ليس هيك ست هناء؟ يمكن بمرحلة المراهقة كتير من الأولاد بتحسيهم إنه بصيروا بيتبنوا شخصية أحد زملائهم أو تمام. شخصية عمهم أو شخصية أمهم، بصيروا بيتبنوا حركاتهم، بصيروا بيعملوا نفس التفاصيل، بيتقمصوا أحيانا، بيتقمصوا يمكن حركات غيرهم. هي البحث عن نموذج، عن نموذج راشد. هون كأم أو كأب أنت كيف فيك تخلي ابنك إنه هو يكون عنده استقلالية يعني إنه يطلع أي شيء جواته وشخصيته لإله، بعيدا عن إنه بدي أقلد رفيق، بدي أقلد رفيقتي، بدي أعمل. تمام. أنا ما بشوفها يعني أنا كيف هي بهيدي المرحلة فعلا صغيرة، يعني هي من الخصائص إنه بيحاول يقلد شخصية راشد هو بيتمثل فيها النجاح، هو بيشوف حاله فيها. بس أنا قديه هو بحساعده أنه ينتقي الشخصية الجيدة، لأنه نوعاً ما بتقوم من أخطائه وبتصحح من هفواته، لأنه هو متمثل شخصية جيدة. تمام. بس ممكن يتمثل شخصية جيدة، المشكلة لما بيتمثل شخصية ما بتمثلنا أو ما بتمثل قيمنا. وملاحظ فترة المراهقة قديه بيقلدوا فنانين، شخصيات غربية نوعا ما ناجحة هي بمجال وليس بكل المجالات. ممكن اشتغل على هذا على هيدي النقطة، انه
نعلمهم انه القدوه بتكون بمجال معين، لكل مجال في قدوه انا ممكن اخذها كاسلوب، ولكن في مجالات متعددة بشوفها عند أكثر من شخصية. هون بيصير الطفل بينتقي من هيدا الشخصية قدرته على التواصل، من الشخصية الثانية قدرته على النجاح بأعماله، شخصية أخرى نجاحه بدراسته، أخلاقيات شخصيات، حتى يعني أنا بميل فيها شوي على الزيارات العائلية. خلينا نحكي نحن بالزيارات العائلية ونستثمرها بالكلام عن الشخصيات الناجحة بعائلتنا، مين نجح بالتجارة، مين نجح بدراسته، خلي نماذج حقيقية من بيئة الطفل يتمثلها، ما يشوف شخصيات غربية بعيدة كتير عن واقعه، ليشوف الشرخ كتير كبير بين اللي يتحقق وبين الواقع تبعه. لما بأرجي أنا شخصيات ناجحة من بيئته، هذا بيعطيه حافز إنه يكون حتى هو ناجح، حتى لو هاي البيئة ما كتير داعمة، حتى لو هاي البيئة ما فيها مقومات النجاح الأساسية، ولكن أنا شفت نماذج من عائلتنا ناجحة، فبحاول اقتدي فيها وبحاول إني اتمثل هذا النجاح، ولكن بعطيه فكرة وهي هي ضرورية كمان إني أزرع عند الطفل إنه ما في شخصية متكاملة، لكل شخصية في إلى ظاهرة نجاح، سمة معينة هي ناجحة فيها، ومنتكامل بالنهاية مع بعضنا البعض، هي هيك الحياة بالنهاية. نعم، يعني وصلنا لختام فقرتنا ومواضيع كتير ضوينا عليها بمجال التربية. بدنا نشكرك كتير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. شكرا كتير لكم. شكرا كتير لك، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم.